رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا. هنبتدي بالحساب الرسمي للنادي الأهلي على الانستجرام اللي نشر صورة لمشجع للنادي الأهلي بيرفع شعار النادي من فوق جبال مدينة سانت كاترين، أكيد طبعا بتغطيها التلج زي ما انتم شايفين. كمان رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشرت صورة على الفيسبوك لجنازة شهداء حادث العريش الإرهابي وكتبت تحية لشهداء الواجب الوطني. كمان كتب عمرو السلية على تويتر رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته. سعد سمير كمان كتب على تويتر رحمة الله على شهداء مصر في حادث سيناء، اللهم ارزق ذويهم الصبر والسلوان واجعل مثواهم الجنة. كمان كتب وائل جمعة على تويتر رحمة الله على شهدائنا من جنود مصر في سيناء، اللهم اغفر لهم وتقبل عندك من الشهداء وارزق أهلهم الصبر والسلوان واحفظ مصر وأهلها إلى يوم الدين. نروح بقى للسكواش. نشر علي فرج صور مع مراته نور الطيب على تويتر بعد ما فازوا ببطولة الجمهورية وكتب أبطال الجمهورية معا للعام الثاني على التوالي. نشر كمان عالميا أحمد حسن كوكا المحترف في أولمبياكوس اليوناني صورة على الانستجرام من مباراة أيك أثينا في الدوري اليوناني واللي انتهت بفوز كوكا ورفاقه 4-1. أحرز كوكا هدف في الأربع أهداف وكتب يا لها من ليلة شوط ثاني رائع، شكرا لكل المشجعين على دعمكم الرائع. كمان نشر عمرو ورده صورة على تويتر من مباراة فريق أتلانتيس اليوناني مع جانينا في الدوري اليوناني برضو واللي انتهت بفوز فريقه 2-0 وشهدت إحرازه لأول أهدافه مع الفريق وكتب 3 نقاط وهدف وعمل جماعي. كمان احتفل الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على تويتر بعيد ميلاد الأسطورة جاري نافل لاعب الفريق السابق ونشر صورة ليه وكتب نتمنى ليك عيد ميلاد سعيد. نشر كمان انجلان لاعب انتر ميلان واللي احرز الهدف الثاني في مباراة سامادوريا في الدوري الايطالي اللي انتهت بفوز الميلان 2-1 صورة على تويتر من المباراة وكتب فوز جيد نعود للفوز مرة اخرى ولكن الشيء المهم كان وجود ارادة الفوز في الفريق. في فرنسا كمان نشر كيلين مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على تويتر صورة من مباراة سانت إتيان واللي انتهت بفوز فريق العاصمة بهدف احرزه مبابي وكتب نواصل طريقنا. اما جوزيب ماريا بارتيميو رئيس نادي برشلونة فعلق على فوز فريقه بكأس ملك اسبانيا لكرة السلة على حساب ريال مدريد وكتب على تويتر ابطال الكأس في مدريد مباراة وفوز رائع لفريق سلة برشلونة اللي بيفوز باللقب الثاني على التوالي لكأس ملك اسبانيا ضد ريال مدريد، مبروك للأبطال. كمان حرص بيكيه لاعب برشلونة على تهنئة فريق السلة وكتب على تويتر مباراة تاريخية يا له من نهائي، مبروك لفريق السلة في برشلونة على الفوز، أنا سعيد جدا. أخيرا بقى نشر ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني صورة مع بنته على الانستجرام وكتب أشحن بطاريتي مع أميرتي الصغيرة، الآن حان الوقت للقتال من أجل أشياء كبيرة.